إلى صحيح البخاري إخوتي الكرام، باب ما يكره من الاحتيال وفي الفرار من الطاعون. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، طبعا قال نبي عن مالك وهو من أثبت الناس في مالك، عن مالك مالك النجم، عن شاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وهو من الثقات، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو الوزير الثاني للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم خرج إلى الشام، فلما جاء بسرغ بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر من سرغ. وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن، يعني بعدما سمع حديث عبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه. هنا بيقول باب الحيل، فين العلاقه في هذا الحديث مع باب الحيل؟ اين العلاقه؟ طيب هنا الحيله في هذا الباب هو ايش؟ الحيله بانه قال: نعم افروا من قدر الله الى قدر الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان سيدخل الى الشام، فسمع بالطاعون فوقف واستشار الناس ماذا يفعل، حتى جاءه انه قال: اني راجع الى المدينه. شوف مش هقول لك اخطا، يقصد بذلك ان هذا من باب التوسل، الاستعانه بالاعمال والاحوال المحبوبه الى الله تعالى، يعني استعان بها توسلا. لا، هو ذكر التوسل قبلي، يعني هو بصراحه التوسل ولم ياتي به كما قلت لك. شوف وقال: اياك نعبد واياك نستعين. قال في انواع اخرى تستعين بها، الطاعات. ايه بقى استعين بالطاعات؟ إيه؟ هل الصبر يعني؟ هل الصلاه يعني؟ لا، بان الصبر والصلاه توسلا لله، هي طاعه استعملتها، الله جل وعلا يعينني على ما في، من باب التوسل. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع بذلك، سمع بهذا، فسمع عمر بن الخطاب بالطاعون فقال: اني راجع الى المدينه. قام له ابو عبيده، قال له: اتفر من قدر الله؟ فنظر اليه وقال: نعم افر من قدر الله الى قدر الله. وافقه في ذلك عبد الرحمن بن عوف عندما جاء، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، مع انه قال: لا عدوى ولا طير، لكن هنا اسمه حسم ماده وسد ذريع، حتى ما يبتلى ويقدر الاحد بهذا المرض فيقول: السبب الرئيس كذا وكذا، السبب الرئيس كذا كذا وكذا، فتكون بجاهليه هذا. توسلا هو المفروض يشرحها كده، سابها كده، خلى الناس تحسب. والله ما شرحش كده، هو ده شرح الشيخ. ما هو مش عايز، لا مش هقول خطا، هقول ناقص، لانه يقول: اعوذ بالكلمات لا تنفع، الكلمات هتنقذني يا شيخ من صفات الله، الكلمات هتعيذني، بس اجبني واحده واحده عشان نصل لما نريد. الكلمات تعيذني، الكلمات تحميني، الكلمات تعطيني، دي صفه قائمه بذات الله، معنى قائم بذات الله. يعني انا اصلا بقول ان الذات المقدسه هي التي تفعل، هي تعطي، تمنع، تحيي، تميت، فاهمني؟ فانا بتوسل للذات المقدسه بصفاتي، كما قال: اعوذ برضاك من سخطك. يبقى اعوذ بك واتوسل اليك برضاك ان ترضى عني ولا تسخط علي. ما طبعا، لكن هي لا تفعل. قلت لك لو قال للكلمه اعيذيني كفر، اشرك بالله. لو قال لكلمات الله اعيذيني يا كلمات الله، اشرك بالله. لو قال يا رحمه الله ارحميني، هذا شيء. يقول اعوذ بكلمات الله. بيقول اتوسلوا، ده التقدير، هو المقتضي، لان ده معنى. سترى ذلك، وهو اصلا ممكن في شرحه فضيل الشيخ يكون قال هذا. خلي حد بالله ياتي بها. ده شرح الشيخ اصلا. مش مكتوب، لكن اسمعوا، خليه مسموع. ستجد ذلك، ده نص كلام ابن تيميه. والشيخ لا يحيد عن ابن تيميه في هذه الامور كثيره، وده الحق، لان ده معنى قائم بذات الله. التأصيل العقدي يعني الذات والصفات كلها ترجع. ما الصفات يا استاذي الكريم، صفات معاني قائمه بذات الله.
من الذي يعطي؟ الله. من الذي يمنع؟ طيب أنا بقول يا كرم الله اكرمني، لا مش ممكن. اللهم بجودك وكرمك توسلت إليك بجودك وكرمك أن تكرمني وتعطيني وتجود علي بعطائك. فهو توسل بالصفة والذات تعطي وتمنع. تقربت الله بصفة من صفاته. فهنا في قولي أعوذ بكلمات لا تمنع، لا أنا أستعيذ مش بالكلمات، أنا أتوسل إلى الله بكلماتي أن يعيذني من شر كل ذي شر. ما ولذلك الصفة لا تفعل، الصفة معنى قائم بذات الله، وإلا سندخل في مسألة أن الصفة أصلا ذوات، وتعديد الذوات على قول المعتزلة وأيضا الأشاعرة يقولون المخلوق، دي مشكلة تانية. هي معنى قائم بالذات. فإذا هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني لما قال له أبو عبيد بن الجراح قال له أتفر من قدر الله؟ قال نعم نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله، أفر من قدر الله إلى قدر الله جل في علاه. فرجع عمر فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا في بلدة لا تدخلوها ولا تخرجوا منها. ده الحجر الصحي. وهنا قال العلماء قد نقول بأنه إذا صار وباء يكون معه العدوى التي لا تمرض بذاتها. نقف عند هذا والفاظ المستنبطة بختام الباب بإذن الله على ما تعودنا. يشوف هنا بعض طلبة العلم الأفذاذ صراحة مجتهدين يقولوا الأشاعرة والله فوق أنهم جهلة، عندهم تكبر وتجبر، بيطلع علينا بالعالم ومن جواته والله يموت غيظا. طبعا هو يموت غيظا، ده هو اترمى أرضا. وهذا الله غيظ قلبي على فلتات لساني. معات الجن متلبسين بالصوفية والقبورية والأشاعرة لما فيهم من كبر وشوفة حال. كلام أهل الشام يقولون ذلك وهم فضاء على خوان. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.